بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم. معكم مستر أحمد الباشا، وإن شاء الله نكمل مع بعض شرح منهج الساينس لبريب 3. كنا بدأنا مع بعض في الدرس ده أو الدرس الأول في المنهج بتاعنا في الفيديوز اللي فاتت، وكنا اتكلمنا على فكرة الموشن، واتكلمنا عن السبيد، واتكلمنا عن الرول اللي بنحل بيها السبيد واللي هي في ايكوال دي ديفايد تي. وكنا خدنا معلومة ان انا لو عندي السبيد بالمتر بير سكند بحولها لكيلو متر بير اور عن طريق ان انا بعمل تايم 3.6، ولو انا عندي كيلو متر بير اور بحولها لمتر بير سكند ديفايدد الايه 3.6. وبعدين خدنا شوية مسائل، لو انت ما شفتش الفيديو ده هتلاقي اللينك تحت في الديسكريبشن تحت الفيديو ده. طيب النهاردة هنبتدي نكمل مع بعض الدرس ده، وهنبتدي ناخد حاجة اسمها kindness of speed. موضوع حلو جدا، موضوع kindness of speed، وهو انواع السبيد. وعلى فكره الموضوع ده غريب شويه، وهي فكره ان هل السبيد انواع؟ السبيد انواع. افكركم يعني ايه سبيد؟ سبيد يعني سبيد يعني ان في كفر لديستنس معينه في تايم معين، خلاص. الفكره بقى ان الديستنس دي اللي انت بتعمل لها كفر مع التايم، هل هي نوعها ايه؟ يعني فاهم الفكره؟ يعني احنا بنتكلم على نوع السبيد دي. احنا عندنا السبيد كذا نوع، هنتكلم عن اول نوع اللي هو اسمه ريجولار سبيد. والريجولار سبيد بنسميها احيانا يونيفورم سبيد، يعني هو بيجي في الامتحان يسالك او يجي في السؤال يقول لك يونيفورم سبيد او ريجولار سبيد، الاثنين بنفس المعنى. ومقصود بكلمه ريجولار يعني منتظم، ويونيفورم نفس المعنى على فكره، يعني منتظم. فكرة الانتظام يعني ان الحركة ماشية بمعدل ثابت او بمعدل منتظم. بمعنى ان انا عندي اوبجكت والاوبجكت ده ليه سبيد. ركز معايا، انا عندي اوبجكت والاوبجكت ده ليه سبيد. يعني ايه سبيد؟ يعني ايه سبيد؟ يعني ديستنس انت مشيتها في تايم معين. فيقول لك ان اول نوع من انواع السبيد ان الاوبجكت ده بيمشي مسافات متساوية في اوقات متساوية. يعني عندي عربية بتمشي، العربية دي تتحرك من ايه رايحة لبي، ماشي طبعا بسرعة معينة، بس يقول لك ايه العربية دي كل 10 سكند بتمشي 100 متر. كل مثلا هنا يعني كل بعمل تشيك بوينت عند كل 10 سكند وتمشي 10 سكند كمان تلاقيها مشيت 100 متر. فاهم الفكرة؟ يعني هي بتمشي equal distance at equal periods of time، وتمشي 10 ثواني كمان تلاقيها مشيت 100 متر كمان. فهي بتعمل ايه العربيه دي؟ it cover equal distance at equal periods of time. دي اسمها كده uniform speed. ليه؟ لان انا لو جيت قلت انا عاوز احسب السبيد في الجزئيه دي فهتبقى 100 divided 10، ما هي distance divided time، وهنا 100 divided 10 وهنا 100، يبقى كل السرعات قد بعض. فمعنى كلمة regular or uniform speed it is a change in the object position، هذه كده الموشن، ده كده definition of motion أو السبيد، at equal distances at equal periods of time. نقول تاني، it is a change of object position at equal distance at equal periods of time. بيمشي ايه؟ بيمشي equal distance at equal periods of time. يمشي مثلا 100 متر كل 10 ثواني، 100 متر كل 10 ثواني، فسرعته ثابته. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لو جيت بصيت لي الرسمه دي، الرسمه دي مجايبه لي عربيه، والعربيه دي بتمشي بسرعه معينه، او هي بدات الستارت اوف موشن من عند الليفت هنا من عند الشمال هنا، وبدات تتحرك في الاتجاه ده، يعني بدات تمشي في الايه في الاتجاه في الدايركشن ده. فيقول لك ايه؟ في الراوند الاولى او في اول ثانيه انا رحت شفت هي مشيت وقت قد ايه، سوري مشيت مسافه قد ايه، مشيت ديستنس 20. طب عند الثانيه الثانيه، عند الثانيه الثانيه هي مشيت 20 برضو، عند الثانيه الثالثه مشيت 20. الله، ده كل 1 سكند بتمشي 20 متر. فلو جيت هنا عند الثانيه الاولى احسب سرعتها هلاقي ان السبيد بتاعتها ايه؟ سبيد ايكوال ديستنس ديفايدد تايم. فلو دي في 1 انا شرحت لكم قبل كده لما يبقى عندي كذا في، فبسمي الاولى 1 والثانيه 2 وهكذا. فالفي 1 هتبقى ايكوال دي 1 ديفايد تي 1 اللي هي الديستنس اللي مشيتها في الفتره الاولى على التايم بتاع الفتره الاولى. فانا مشيت في الاول 20 ومشيت في الثاني 1، هتبقى الفي بتاعتي 20 ديفايد 1
الفي التانية هتبقى 20 ديفايد 1 برضو لان هي مشي برضو 20 والتالتة 20 ديفايد 1 لان هي بتمشي في كل 1 سكند بتمشي 20 ايه متر. في العموم لقينا ان الفي 1 ايكوال في 2 ايكوال في 3 في كل مرة الفي هات متساوي. تعال نرجع ونتكلم على حاجة اسمها يبقى كده فهمت ان السرعات متساوية. تعال نتكلم على حاجة اسمها سبيدوميتر. بيقول لك ان في العربية في اي عربية او في طيارة او كده بتلاقي المؤشر ده مؤشر اسمه مؤشر السرعة سبيدوميتر. السبيدوميتر ده عبارة عن ايه؟ بتلاقي كده مثلا العربية مشاورالك على الرقم ده مثلا ما بين السكستي والسيفنتي يبقى انت ماشي على سرعة 70 مثلا ماشي على 70 مثلا. هو ده عموما تول او جهاز بيعمل لك الايه بكاونت ذا سبيد دايركتلي. كارز اند بلينز ار يوزوالي بروفايدد ويز جروب اوف كاونترز بيبقى مزودين بمجموعه من الحواسب زي السبيدوميتر ده بي ايه بيقيس الايه السرعه. طيب دي مجرد معلومه يعني. يبقى انت علشان تحسب السبيد اللي هي ريجولر يعني نفس القانون في ايكوال دي ديفايد تي. بس هو هنا بتفرق الموضوع اللي احنا حكينا عنه ده في موضوع الوات سبنت باي. يعني بيجي يقول لك وات سبنت باي ان اوبجكت موف ات ريجولار سبيد 400 كيلومتر بير اور. هتقوم انت قايل له ايه؟ هو ماشي بريجولار سبيد ده هو مشاور لي ريجولار سبيد يعني بيمشي مسافات متساويه في اوقات متساويه يعني بيمشي 400 كيلومتر في كل ساعه. يبقى this means that object cover 400 كيلومترز each one hour لان هو بيمشي بريجولار سبيد. احنا لسه كنا بنتكلم ان الريجولار او يونيفورم سبيد مقصود بيها ان الاوبجكت ده بيتحرك بحركه او سرعتها منتظمه يعني. يبقى this means that the object cover 400 كيلومتر each one hour. طيب كالكوليت ديستانس هو عاوز يحسب الدي لاوبجكت ماشي بريجولار سبيد 70 كيلومتر بير اور. هو مديني هنا السبيد مديني الفي وعاوز يحسب عند الديستانس عند هاف اور وعند 2 اور. طيب الموضوع سهل جدا. الفي ايكوال دي ديفايد تي يبقى الدي ايكوال في باي تي واحنا عارفين القانون ده من قبل كده. طيب تعال نحسب الدي للاولانيه. دي هحط الفي اللي هي هحط الفي بقى الاول وبعدين التي. الفي الاولانيه ب 70 اهي الفي هو مديها لي ب 70 اصلا ماشي والتايم الاولاني هاف اور فبحط هاف كيلومتر بالاور. طيب وعاوز يحسب عند 2 hours هي نفس المسألة. يبقى دي equal 70 تايم 2 يطلع لك الرقم ده وتحط طبعا اليونت بتاعت الديستانس اللي هي الكيلو ايه كيلومتر. لان ليه حطيت كيلومتر؟ لان هو مديها لي هنا اصلا في المسألة بالكيلومتر. طيب نفس المسألة بالظبط هو عاوز يحسب التي بيقول لي هنا المسائل كلها بقى ايه. انت تقعد بقى تمسك الكتاب لو انت معاك كتاب خارجي وتقعد تعيش حياتك بقى يعني تقعد تحل بقى وتتدرب واللي تقف قدامك المساله فكر فيها ولو ما لقيتش روح شوف الايه روح شوف الحلول مفيش مشكله يعني بس مش على طول بقى عمال على بطال تشوف الحلول. هو هنا عاوز الايه التي فمديني الفي ومديني الايه الديستنس يعني نفس الكلام. اقف بقى شوف الافكار بتاعت المسائل دي. طيب الراجل ده بيتحرك دي مساله بقى ايه يعني برضو عاوز تفكير شويه. الراجل ده بدا يتحرك من ال بي ماشي وفي ال1 متر مشيها في 1 سكند وال3 متر من 1 متر ل3 متر يعني المسافه دي اللي هي الجزئيه دي يعني مشيها في 2 سكند وبعدين من ال3 متر لل4 متر ال1 متر ده مشي في ايه في 1 سكند ومن 4 متر ل7 متر مشيهم في 3 سكندز. طيب هو بيقول لي ايه Does the person move at regular speed؟ هل الرجل ده ماشي بريجولار سبيد؟ طب هو عشان يبقى ماشي بريجولار سبيد لازم الفي هنا تبقى ايكوال الفي هنا تبقى ايكوال الفي هنا تبقى ايكوال الفي هنا تبقى ايكوال الفي هنا. فاهمين الفكره؟ يعني في كل راوند من دول تكون الفيهات متساويه فانا هروح لكل جزئيه منهم واحسب لها الفي. يعني هسمي دي في 1 وهسمي دي في 2 وهسمي دي في 3 وهسمي دي في 4 يعني من اول 0 هنا ل 1 دي في ومن 1 ل 3 في ومن 3 ل 4 في ومن 4 ل 7 في والفي اصلا ايكوال دي ديفايد تي. فهبتدي ان انا احسب الفي 1 منين؟
ال V1 من اول هنا يعني في الجزئية دي فهتبقى ايكوال ايه هي مشيت كام متر مشيت 1 متر في تايم قد ايه في 1 سكند يبقى ايه 1 متر بير سكند ال V التانية اللي هي ايه دي بقى طب هنا ال D بكام ال D من 1 ل 3 يعني 2 متر صح ولا لا يبقى ال D ب 2 اللي هي 3 ماينس 1 ديفايدد ال A ال 2 واحسب ال V هنا من اول ايه الجزئية دي من كام لكام من 3 ل 4 فانا بعمل ايه 4 ديفايد 3 ما هو انا ما هي دي ديستنس هو مشي من 3 ل 4 عاوز احسب هو مشي قد ايه الفرق ما بينهم هجيب الفرق بين الاربعه والثلاثه يبقى 3 يبقى 4 ماينس 3 فاهم الفكره الكبير ماينس الصغير عشان اعرف الفرق ما هو ما تستغربش يعني هي من انت من انت واقف عند المتر رقم 3 رحت للمتر رقم 4 عاوز اعرف انت مشيت كام متر فيبقى 4 ماينس 3 طلع 1 متر فهمت الفكره ومن 4 ل 7 هنحسبها برضو هتبقى 7 ماينس 4 يدينا الايه يدينا كلهم طلعوا 1 متر بير سكند يبقى سو ذا بيرسون move at regular speed at as it cover equal distances at equal periods of time. طيب الريجولار سبيد ده النوع الثاني من انواع السبيد وهنا بقى السبيد بتم او الاوبجكت بيمشي بسرعه غير منتظمه يعني ايه الاول كانت سرعه منتظمه ان هو بيمشي في كل الاوقات بسرعه واحده كل مر كل مثلا ثانيه بيكفر 1 متر كل ثانيه بيكفر 1 متر هنا بقى الراجل ده متغير اسمه irregular او non uniform irregular او non uniform مقصود بيه ان هو بيمشي سرعات على مزاجه زي ما انت مثلا تكون ايه طالع بالعربية بتاعتك وتكون مثلا ايه انت راكنها قدام البيت فركبت ومشيت وبعدين ايه لقيت مطب فهديت وبعد المطب لقيت الشارع متسفلت وزي الفل فقمت بتجري بالعربية وبعدين طلعت على الطريق الدائري فبتمشي اسرع وبعدين بدأت توصل للمكان اللي انت عاوزه فبتبطأ يبقى انت مش ماشي بسرعة واحدة انت عمال تزود وتبطأ وتزود وتبطأ هي دي الحكاية اللي اسمها الريجولار سبيد سرعة غير منتظمة وفي لو انت خدت بالك انت بتمشي ان ايكوال ديستانس ات ايكوال بيريدز اوف تايم يعني ممكن تمشي في كل ثانية مرة يعني في الثانية لو انا حسبت لك سرعتك في الثانية مرة بتمشي 10 متر ومرة بتمشي 1 متر على حسب سرعتك لو انت بطيء او سريع وممكن نعبر عن الريجولار سبيد برضو بطريقه تانية لو انا قلت لك مثلا انت بتمشي ال1 متر في وقت قد ايه لو انت سريع بتمشيها في مثلا في 5 ثواني لو انت بطيء بتمشيها مثلا في 40 سكندز مثلا فاهم الفكره يبقى انت ايه يبقى الريجولار سبيد مقصود بيها انك مش بتمشي ايكوال في ايكوال يعني مش بتمشي ايكوال ديستانس ات ايكوال بيريدز اوف تايم لا انت بتمشي ان ايكوال ديستانس ات ايكوال بيريدز اوف تايم او ممكن نقولها تاني بطريقه تانيه في الامتحان يو موف او ات از ذا تشينج اوف اوبجكت بوزيشن ات ايكوال ديستانس ات ان ايكوال بيريدز اوف تايم يعني يمشي ال 100 متر بس ما يمشيهمش في اوقات متساويه الاول 100 متر يمشيهم مثلا في 5 ثواني وتاني 100 متر يمشيهم في ثانيه لانه سريع جدا وبعدين يبطئ ال 100 متر اللي بعدهم يمشيهم في ايه في 20 سكندز يبقى فاهم الفكره يبقى هو سرعته مش متساويه طيب ما دام سرعتك مش متساويه وعشان نفهم الموضوع اكتر انت بدات تتحرك من ال بي فانا هحط مثلا كل 1 سكند واشوف انت بتمشي مسافات قد ايه ففي الثانيه الاولى انت مشيت 10 ايه 10 متر في الثانيه الثانيه انت كنت سريع جدا فمشيت 100 متر في الثانيه الثالثه دي الثانيه اللي بعدها ماشي كل في كل ثانيه انا بحسب لك في الثانيه اللي بعدها انت مشيت 50 يعني في كل مره بتكفر ديستنس مختلفه لان انت سرعتك مختلفه الفكرة ان سرعتك هنا غير سرعتك هنا غير سرعتك هنا فهمت كده يعني ايه نون يونيفورم سبيد وبالتالي انا عاوز اعرف سرعتك في المتوسط يعني انت مرة تبقى سريع مرة تبقى بطيء متوسط سرعتك كام يعني متوسط سرعتك السبيد بتاعتك الافريج الافريج سبيد بتاعتك قد ايه وبالتالي عشان اعرف الافريج سبيد بتاعتك انا هحسب كل المسافات اللي انت مشيتها على كل الاوقات اللي انت مشيتها يعني ايه انت خرجت من البيت بالعربيه مشيت 100 متر في 5 ثواني وبعدين قابلت مطب دي كده الراوند الاولى عديت المطب وبدات تمشي من جديد فدي كده الراوند الثانيه مشيت 100 متر جداد بس مشيتهم في 10 ثواني وبعدين بدات تدخل الشارع اللي بعده فدي كده ايه بدات الراوند جديده من الحركه فمشيت 100 متر ثاني بس المره دي 50 سكند فانت عمال ايه
ماشي بسرعات مختلفة. أنا علشان أحسب لك سرعتك بقى المتوسطة الـ average speed، هجمع كل الـ distance اللي أنت مشيتها على كل الـ time اللي أنت مشيته وأعرف متوسط سرعتك إيه. أنت أكيد خدت الـ average ده قبل كده في الماث وفاهم يعني إيه average. هجيب الـ total distance divided الـ total إيه time. في العموم average speed يعني إيه؟ average speed it is the total average speed it is the total distance covered by the moving object divided by total time taken to cover this distance. يبقى هي ال total time divided total a او ال total distance divided total a time. It is the total distance covered by moving object divided by the total time taken to cover this distance. وعندنا قانون للـ average speed هو هو برضو القوانين بتاعتنا عادي، ولو ان في اشارة بتتحط كده وهي مش مشكلة انك تكتبها يعني على فكرة. يعني شايف الـ V داش اللي فوق الداش دي، دي بتعبر عن الـ V average يعني. فبيقولك ان الـ V average equal total distance divided total A time. ولو ما كتبتش الداش عادي على فكرة يعني، بس الافضل تكتبها يعني عشان ساعات بتنسوها في الامتحان وتقعد توتر وتقول مثلا نسيتها عادي، بس المهم انك تبقى فاهم اللي انت تعمله. بس الافضل تكتب الداش لو انت بتحسب افريج سبيد. المسألة بتيجي ازاي في الامتحان يا مستر؟ بقى احنا اصل احنا مهما نشرح مش زي ما نحل. طيب تعال نشوف مسألة بتتكلم على، انا هشرح الاولى والتانية هشرحها في الفيديو اللي جاي، او لو لقينا لو لقيت عندي وقت هشرح لكم الايه الباقي ده كله. الدرس طويل صح؟ بس هو درس ممتع على فكرة. طيب اريسر cover a distance of 100 meter. الراجل المتسابق ده، ركز معايا بقى، هي مسألة محتاجة تركيز شوية. اريسر يعني متسابق، cover a distance of 100 meter. الراجل ده عمل cover a distance 100 meter of a straight track، يعني في ايه، في طريق ماشي، طريق يعني متساوي مستقيم. in 10 seconds يبقى هو ماشي ايه، ماشي اول حاجة ماشي 100 متر في 10 second. خليك معايا كده ايه، ادي اول معلومة. then بعد كده he returned، الراجل ده بعد ما كان ماشي كده وعمل cover 100 متر في 10 second، ام لافف وراجع، رجع تاني بنفس الايه، في نفس الاتجاه ده، يعني اللي مشي كان ماشي في الاتجاه ده، هو لف بس ورجع في الاتجاه ده تاني. طيب if then he returned back walking، رجع ماشي، he took 80 seconds، يعني هو كان ماشي كده، كان بيجري بيجري بيجري، ماشي 100 متر في 10 ثواني، وبعدين رجع تاني بقى ايه، ماشي في 80 ثانية. فاهم الحكاية؟ هو بيحكي لي حكاية، راجل بيجري في الاتجاه ده فكفر الايه ال 100 متر في وقت قليل جدا اللي هو 10 سكند، وبعدين ايه لما وصل لخط النهاية رجع بقى ماشي نفس الطريقة تاني ال 100 متر بس رجعهم ايه في 80 ثانية. طيب عاوز ايه بقى، تحسب ايه؟ calculate number one the speed or يعني ال average speed طبعا، لان السرعات مش متساوية، هنفهم الوقت. calculate average speed while running، اثناء الجري، while returning اثناء الرجوع، و during whole trip. تعال نبدا بال while running. الريسر ده هو بيجري فكان كفر 100 متر في 10 سكند صح؟ طيب ادي ال average speed equal v dash، وخلينا بقى ايه نتعود على الداش لو احنا بنحسب average speed. v dash equal d divided ال t، فال 100 divided ال 10 اللي هي اللي مشيها، ادي 100 divided ال 10 والموضوع سهل جدا. جبنا ايه اثناء الايه، اثناء الرننج اللي هو اثناء ايه ما بيعمل ريس اللي هو الرننج يعني. اثناء الرجوع الراجل ده كفر، لو دي ال 100 متر، لو المسافه دي هي ال 100 متر ماشي، فهو راح في الاتجاه ده وكفرهم في ايه، يعني عمل لهم كفر في الايه في ال 10 سكند. طيب اثناء الرجوع هم 100 متر برضه، بس هو خدهم في الاتجاه ده، بس خدهم في ايه، في وقت قد ايه، 80 سكند. فاهم المساله الجديده؟ اثناء الرجوع ما هو هيرجع نفس الطريق، فهو نفس ال 100 متر برضه، بس اللي اختلف ايه، اللي اختلف الوقت،
هو هنا خد وقت اطول شويه. فهحسب له بقى الايه الافريج سبيد وايل ريتيرنينج اثناء الرجوع، فهحسبها له ايه؟ هتبقى 100 ديفايد ال 80. فهمت ال 100 دي جت منين؟ ما هو انت ممكن تسالني ايوه يا مستر ما انا معايا التايم ومعيش الديستانس. ايوه ما انا بقول لك هو ريتيرند باك يعني رجع تاني ال 100 متر تاني، فالديستانس بتاعتك 100 متر. طيب ديورينج هول تريب اثناء الرحله كلها هو راح 100 متر، فاهمين الفكره؟ وهو رايح مشي 100 متر وهو راجع مشي 100 متر، يبقى كلهم كام؟ 200. فهمت كده الفكره؟ يعني هو كفر ال 100 وبعدين رجع تاني كفر ال 100 تاني، فاهم؟ فهم راح ورجع يبقى مشي كام؟ راح 100 ورجع 100، يبقى وهو ماشي ادي 100 ورجع تاني هنزود 100 كمان، يبقى 200 متر ديفايدد ايه بقى؟ يبقى انا بحسب ديورينج هول تريب يعني توتال ديستانس ديفايدد توتال تايم، يبقى 200 ديفايدد الايه؟ التوتال تايم اللي هو ايه؟ اللي هو ال 10 الوقت الاولاني بلس الوقت الثاني اللي هو 80 هيطلع 90، واحسبها تطلع 2.28 متر بير سكند. هنقف لحد هنا في الفيديو ده و نكمل ان شاء الله مع بعض الدرس ده في البارت اللي جاي. انا بس مش عاوز التايم بتاع الفيديو يبقى كبير علشان ما تسرحوش، او يبقى الفيديو خفيف كده تتفرجوا عليه بسهولة وتدخل على البارت اللي بعده. ان شاء الله نكمل البارت ده في الجزء او البارت اللي فاضل في الجزء اللي جاي ان شاء الله. بتمنى لكم كل التوفيق. كنت معاكم مستر احمد الباشا. باي باي.